عرشا حلوة زين العابدين معصوم سوى انت عازي ابو حسين الابوي وثلاث ايام ابشن فاتحه يعني ثلاث ايام وانا اطبخ زين العابدين ايش عبالك انت هذا الطبخ والهذا هذا كله روايات عندنا في الوقت ما يسعني تفصيل يقول قاعد زين العابدين من عندي واليد طلع توا من عندي وليدي طلع جوا ويا نلقاه دلوني جوا والله ان جانكم ما تعرفوا انا مطيعكم وصبون وصب حبوه الاقيكم عزب وانتم تلاقوه اول هنا عيون وانتم تلاقوا
دار الولد مات يا يما. هذا الولد الحنين من يطلع قبل لا يطلع للعمل يشبقه. قلولي مات الولد شو قلب الجملة. انا محصول راح وما حويته يا الولد يمه. راح اقرا هذا البيت واسال كل الدعاء. زينب سلام الله يقول قعدت زينب وقامت تنعم. تنوي يا شبان ما شفتوني سلوي. والله السلوى من عندي وليد طلع توا. من عندي وليد طلع توا ويا نلقاه دلوني شوا. والله ان جانكم ما تعرفوا انا نطيعكم وصبوا الوصف حبوا. وانتم تلاقوا شنو سيد الجوصفة اول ان عيونه وساحر. زين عابدين قاعد العليلة قاعدة شكيني رباب ليلة كلها تنقم وتنعب. لقيت الرواية أنا من ردوا للمدينة ثلاثة أيام زين عابدين قال لا وحدة تطبخ بعد أبد. إذا بس تنعم وتبشن أنا أطبخ لك شن. زين عابدين معصوم سووا أنت عازع الحزينة لأبوه وثلاثة أيام يبشن فاتحة يعني ثلاثة أيام وأنا أطبخ. زين عابدين شعب بالك أنت هذا الطبخ والهذا هذا كل الروايات عندنا في الوقت ما يسأل تفصيل. يقول قعدت زينب وقامت تنعمر ومهضومه. فاقد اربع ولاد ترى هي واخوه. ماجورين ماجورين عظم الله لكم الاجر الى وجه الله تعالى ولا روح من اجتمعنا لاجله. رحم الله من يقرا الفاتحه مسبوقه بالصلاه على محمد وال محمد. يا